والتدخل من دفاع المولودية، ما زال الخطر. التسديدة، التسديدة كمحاولة ثانية من جانب الوفاق مباشرة إلى الخمسة أمتار وخمسين وإلى الركن، يقول حكم المباراة. بداية قوية حرك بها الجميع هنا بملعب 8 ماي 45. الوفاق كان يسر، الوفاق كان يبحث، الوفاق كان يدرك بأن المولودية تمر بمرحلة فراغ. تكون عالية، هل تفعلها المولودية؟ هي الأخرى من ركنية، تدخل من دفاع الوفاق، ما زال الخطر. العودة بسرعة، من لعب هذه الكرة لكنها لم تمر، عدل النتيجة، عدل النتيجة. سويبا، سويبا يعدل النتيجة للمولودية في الدقيقة العاشرة. بداية مثالية، بداية رائعة من الجانبين لهذه المباراة المولودية.